شكراً للجميع على التفضل بالجلوس. دقائق معدودة ونبتدي الحفل. Ladies and gentlemen, please take your seats for tonight's celebration. Thank you very much. رحبوا معي جميعاً بوصول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لأكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي الرئيس الأعلى للجامعة
وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأصحاب المعالي والسعادة. نرجو من الجميع التفضل بالوقوف تحية للسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تؤديه الفرقة الموسيقية للقيادة العامة لشرطة دبي. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لأكسبو 2020 دبي. أصحاب المعالي والسعادة، السادة أعضاء الهيئة التدريسية، خريجين الأعزاء، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكسبو 2020 دبي، حيث يلتقي العالم ليصنع غداً أفضل، نلتقي اليوم لنقدم إلى مجتمعنا وقيادتنا الرشيدة دفعة جديدة من خريجي الجامعة الأمريكية في الإمارات، دفعة أكسبو 2020، الذين نعتبرهم قادة المستقبل. شعارهم لا شيء مستحيل، فهم ينتمون إلى دولة تأبى إلا أن يكون شعبها في المركز الأول فكراً وعلماً عملاً وإنجازاً. والآن اسمحوا لي أن أدعو معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لأكسبو 2020 دبي، لإلقاء كلمته مشكوراً. عليكم السلام، أهلا وسهلا، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الخريجون والخريجات في دفعة أكسبو من الجامعة الأمريكية في الإمارات. معالي الأخ محمد صالح بن بدوة الدرمكي، سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، السيدات والسادة،
رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء أسرة الجامعة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيراً أن أكون معكم اليوم في حفل تخريج هذه الأفواج الثلاثة من الخريجين والخريجات الذين يمثلون معاً دفعة إكسبو من الجامعة الأمريكية في الإمارات. كما يسعدني أن أشهد اعتزازكم الكبير بأعضاء هذه الدفعة الذين ينتظرهم بإذن الله النجاح والتوفيق في ما هم مقبلون عليه من مرحلة مهمة في حياتهم يحملون معهم فيها اسم هذه الجامعة الفتية، ويسعون فيها بعون الله للإفادة من الفرص المتاحة أمامها للنمو والتقدم وتحمل المسؤوليات في خدمة المجتمع والعالم. إنني أحيي مبادرتكم الطيبة بإقامة هذا الاحتفال هنا في مقر إكسبو 2020 دبي، وما يمثل ذلك من تعبير قوي عن التزام الجامعة بأن تكون دوماً نموذجاً مرموقاً في التعاون الدولي والتفاعل الإيجابي مع حضارات وثقافات العالم. إن انعقاد حفل التخريج هنا في إكسبو 2020 دبي إنما هو تأكيد على الثقة الكاملة في أن هؤلاء الخريجين والخريجات سوف يكون لهم بإذن الله دور مهم في تشكيل المستقبل في المجتمع والعالم، يأخذون بمبادئ التواصل والتشاور والمشاركة بين الدول والشعوب، ويسعون للارتباط المثمر مع إخوانهم وزملائهم في كل مكان بروابط التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، بل وكذلك الحرص على التعاون والعمل المشترك مع الجميع في إطار الوعي القوي بمكانة العلوم والمعارف والتقنيات في تشكيل مستقبل العالم في الحاضر والمستقبل على السواء. إن وجودكم هنا اليوم أيها الأخوة والأخوات إنما هو كذلك تأكيد على ارتباط جامعتكم بمسيرة هذا الوطن وإنجازاته المتلاحقة، بل وكذلك على حرصكم في العام 50 لهذه الدولة الرائدة على السعي المخلص نحو الامتياز والكفاءة في كافة أنشطة الجامعة. تلتزمون بتحقيق أفضل المستويات العالمية في التعليم، تحرصون على توفير بيئة ثرية تنفتح على العالم، تأخذون بالمناهج والبرامج الفريدة والمتنوعة التي تمزج بين النظرية والتطبيق، بل وكذلك تعملون بكل جد والتزام على إعداد الطالب كي يكون مساهماً فاعلاً في شؤون مجتمعه في الوقت الذي يكون فيه أيضاً محيطاً بدوره في مواكبة التطورات المتلاحقة في العالم من حوله. إن احتفالنا اليوم بهؤلاء الخريجين والخريجات هنا في إكسبو 2020 دبي إنما هو كذلك تعبير عن عظيم الفخر والاعتزاز بأننا ولله الحمد نعيش في دولة عزيزة تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات، دولة قادرة تماماً على التنافس في المضمار العالمي وتأخذ مكانتها اللائقة بها دائماً بين أمم العالم أجمع. إنه يشرفني أن أرفع اليوم باسمكم جميعاً أسماء آيات الشكر والإحترام إلى صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.
أتقدم كذلك بعظيم التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي والأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يمثلونه بالنسبة لنا جميعا من قوة دفع كبيرة لتحقيق التقدم والتطور والنمو على هذه الأرض الطيبة. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتقدم بكلمة شكر وتقدير ثم كلمة تهنئة واعتزاز. الشكر لكافة أعضاء أسرة الجامعة لكل ما قمتم به من عمل وجهد في سبيل إعداد هؤلاء الخريجين والخريجات، وأقدر فيكم العمل بروح الفريق الواحد والتزامكم بإيجاد مناخ عام في الجامعة يحث على التفوق ويشجع على الإنجاز. الشكر كذلك لأفراد أسر الخريجين والخريجات أن احتفال اليوم إنما هو مناسبة سعيدة لكم جميعا نقدر فيها جهودكم الطيبة في سبيل تمكين أبنائكم وبناتكم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في التعليم وفي الحياة. أما التهنئة فهي للخريجين والخريجات، لكم أن تعتزوا بما حققتموه من تعليم جيد في هذه الجامعة، بل وأن تعتزوا كذلك بما كونتموه من صداقات وعلاقات طيبة مع زملائكم ومع أساتذتكم. أأمل أن تستمر وأن تنمو في المستقبل. إن يوم الخريج بالنسبة لكم جميعاً هو بداية لمرحلة جديدة في حياتكم. نصيحتي إليكم أن تغتنموا كافة الفرص المتاحة أمامكم. تعرفون تماماً ما تسعون إليه من أهداف وغايات في الحياة، ولكن التزامكم دائماً ليس فقط لأنفسكم بل وأيضاً للمجتمع والعالم الذي تعيشون فيه. أنتم عماد الحاضر والمستقبل، على عاتقكم تقع مسؤولية الإسهام الفعال في تشكيل هذا الحاضر وذلك المستقبل في إطار الالتزام الكامل بقيم التعايش والتعاون والعمل المشترك مع الجميع لما فيه الخير والرخاء للبشر في كل مكان. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يحقق لكل منكم ما يصبو إليه من نجاح وتفوق وتقدم. إننا اليوم ونحن نعتز بمسيرة هذه الجامعة التي تسير قدما في تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع والإنسان، فإنما نعتز كذلك بوطننا العزيز قيادة وشعبا، هذا الوطن المعطى الذي يلتزم كل الالتزام بإعداد أجيال المستقبل كي يكونوا قادة ورواد لجهود التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع والعالم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمارات لتكون دائما قوية عزيزة بقادتها وبأبنائها وبناتها على طريق الرخاء والتقدم والاستقرار. ألف مبروك مرة أخرى للخريجين والخريجات، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر معاليكم دعمكم اللامحدود منذ تأسيس هذه الجامعة، فكلمتكم دائماً لها أثر مميز بقلوبنا جميعاً. الآن أدعوكم لنشاهد سوياً فيديو إهداء إلى خريجين دفعة إكسبو 2020 في زمن جائحة كورونا. جامعتنا 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 مب بس بنايات وجدران، جامعتنا حياة، كل ركن فيها يشهد على بدايتنا، على أحلامنا، على طموحاتنا الكبيرة وهممنا العالية. هني تعلمنا، طورنا أفكارنا، أبدعنا، ابتكرنا. هني تعبنا واجتهدنا، استمتعنا وضحكنا، مرينا بأوقات صعبة أكيد، لكن إرادتنا كانت أقوى منها. كان هدفنا قدام عيوننا، وكل تحدي تخطيناه كان يقربنا أكثر حق هدفنا. لكن كان في تحدي كبير لكل العالم، الجائحة اللي غيرت شكل الدنيا كلها. وقتها جامعتنا صارت فاضية، واللي يشوفها كان يقول في نفسه أن الحياة غابت عنها. لكن لا، نحن ما نعرف الاستسلام، وتعلمنا أن لا شيء مستحيل. كملنا طريقنا وصارت دراستنا عن بعد، وأصرينا كلنا على أن البعد لا يبعدنا عن هدفنا. ويجي اليوم اللي نشوف فيه بنايات جامعتنا كأنها تبتسم لنا، كأنها تبى تحضننا. رجعت الحياة لجامعتنا، ورجعنا نحن نكمل مشوارنا، وعادت دولتنا تبهر العالم كله، ويصير إكسبو دبي 2020 علامة انتصار حق وطننا الحبيب. ونحن على العهد في جامعتنا، وعهدنا هو رد الجميل لإماراتنا وقيادتها. نخدم وطننا ونكون قادة المستقبل. بتواصل العقول نصنع المستقبل. أما الآن فاسمحوا لي بدعوة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس مجلس أمناء الجامعة لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. عليكم السلام. الله يسلمك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020، حفظكم الله. أصحاب المعالي والسعادة، السادة أولياء الأمور الكرام، أعزائي الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطل علينا هذا اليوم المميز والسعيد، وجامعتنا تحتفل بتخريج دفعة جديدة لتنضم إلى دفعاتها السابقة، لتبدأ في تأدية رسالتها والمساهمة في رفعة وتطوير مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة. وتأتي هذه المناسبة لتبقى في ذاكرة كل خريج وكل ولي أمر، نظراً لتميز مكان استضافة هذا الحدث إكسبو 2020، والتاريخ المميز كذلك لإقامة هذا الحفل،
والذي يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه دولتنا الحبيبة من خلال كافة الإنجازات التي أسهمت في الفوز باستضافة إكسبو 2020، وأيضاً في استقطاب كافة دول العالم للمشاركة في هذا الحدث الاجتماعي الثقافي الاقتصادي الأهم على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه نؤكد على دعم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والقيادة الرشيدة بأهمية العنصر البشري في تحقيق الإنجازات الكبرى لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها المباركة، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة بكل ما يتعلق بالتعليم، لتصبح دولة الإمارات من الدول التي تتربع على عرش التعليم العالي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتمكين المرأة والشباب، وهو ما يعد كذلك محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع ضمن مسيرة 50 عاماً القادمة التي انطلقت برسم خارطة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، وذلك من خلال تكثيف العمل على صقل المهارات وفتح آفاق جديدة للطاقات الشبابية بدعم من قيادتنا الرشيدة. وتؤكد الجامعة من خلال دورها الأكاديمي والاجتماعي أن دولة الإمارات تحرص دائماً على العمل جنباً إلى جنب وكافة القطاعات الحيوية في الدولة على رأسها قطاع التعليم، لضمان وضوح رؤية القيادة ووضوح الأهداف المرسومة من خلال خارطة الطريق التي أعلنت عنها القيادة كذلك الرشيدة حتى العام 2071، حيث تولي التعليم أهمية كبرى لضمان تحقيق كافة الأهداف من خلال مخرجات التعليم العالي في الدولة، وكذلك تأهيل خريجيها ليكونوا بمثابة العنصر الأساسي ببرامجها المتميزة في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله. حيث حصلت الجامعة على الاعتماد الدولي لكل من كلية تكنولوجيا المعلومات من ABET وكلية الإدارة العامة من ACSB، وحصلت على تقدير 4 نجوم من QS رانكينج، وذلك من خلال طرح برامج أكاديمية انفردت بها الجامعة على المستوى الدولة والمنطقة، مثل كلية الدراسات الأمنية والاستراتيجية بكافة تخصصاتها ودرجاتها العلمية. وباسمكم جميعاً وبهذه المناسبة الكريمة وبهذا الحدث المتميز، قررت الجامعة أن تطلق على هذه الكوكبة من الخريجين دفعة أكسبو 2020. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لنا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لأكسبو 2020 لكل ما قدمه خلال مسيرته يداً بيد مع مؤسسي دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة القطاعات وخاصة في قطاع التعليم، وشكر خاص لمعاليه لما قدمه من دعم للجامعة الأمريكية في الإمارات منذ نشأتها وما زال يقدمه إلى يومنا هذا. كما نتقدم كذلك بوافر الشكر والتقدير لمعالي حسين الحمادي وزير التعليم في الدولة والأخوة في مفوضية الاعتماد الأكاديمي متمثلة في مديرها الدكتور محمد يوسف بن ياس وفريق عمله على دعمهم وتوجيههم المستمر في سبيل طرح برامج أكاديمية متميزة بجودة عالية. كما أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء مجلس الأمناء على كافة جهودهم في سبيل دعم رسالة وأهداف الجامعة فيما يصب في النهاية في تحقيق الأهداف التي رسمتها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي. وفي الختام لا يسعني إلا أن أهني أبنائنا الخريجين والخريجات بهذه المناسبة الغالية، وأتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم. كما نشكركم جميعاً على حضوركم ونعاهدكم بأن نبقى أوفياء لرؤية قيادتنا الرشيدة، نترجمها أفعالاً وإسهاماتاً إيجابية في كافة قطاعات المجتمع، نساعد في بناء الإنسان، ونستلهم حكمة ملهمنا الفذ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي كان يردد دائماً إن بناء الإنسان
أصعب من بناء المصانع، وأن العلم هو مفتاح النجاح والتفوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي. أما الآن فلتتفضل الخريجة ندى الشيباني لإلقاء كلمة الخريجين بالنيابة عن زملائها الخريجين. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي. معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي، الرئيس الأعلى للجامعة. سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس الأمناء والأعضاء الكرام. الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق، رئيس الجامعة. الأخوة والأخوات الخريجين، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابرييل غارسيا ماركيز كتب وتحدث عن الحب في زمن الكوليرا، ولكنني ستتحدث اليوم عن التخرج في زمن الكورونا. ذات صباح في أوائل عام أو في أواخر عفواً عام 2019، تغير العالم ولم يعد لسابق عهده حتى هذه اللحظة. توقفت المطارات والطائرات، أغلقت الشوارع والشركات، المعاهد والجامعات، ولكن قلوبنا كانت تنبض بقوة. كان لدينا الحافز الكافي لمواصلة كتابة القصة. هكذا نحن نشبه أرضنا في كل شيء، ومن قلب التحدي نصنع أثمن فرصة. دعوني أقول لكم، هنا في الإمارات التحديات تصنع الفرص، التحديات تجعل المستحيل لا مستحيل، وهو شعارنا على هذه الأرض الطيبة. لا تدعوا وجوه 1200 خريج وخريجة الحاضرين بينكم هنا تخدعكم بما فيها من علامات السعادة وتباشير الفرح، فخلفها ثمت ليالي تعب وإصرار وجهد، ساعات طويلة من الدرس والرغبة في التعلم وتمهيد طريق النجاح بالاستيعاب والفهم، مشاعر مختلطة بين الخوف من الغد والقلق على النفس والأهل، بين اليأس في لحظات الفقد وبين الأمل في وطن الأمان. كثيرة هي الصور والوجوه اللي تمر الحين أمام أعينكم، لعل أهمها وأقدسها وأثمنها وأغلاها وجه أم أو أب أو أخ أو صديق أو زوج أو حتى ابن كان مدرك وممتن وحاضر ولو بالكلمة الطيبة ليساهم فيما نعيشه اليوم من نصر. لكل هؤلاء شكراً من القلب، تضحياتكم وصبركم معانا هو اللي أوصلنا اليوم في هذه اللحظة اللي متجمعين فيها. قد تكون أسماءكم غير مكتوبة على شهادات تخرجنا، لكننا ندرك أننا حصدناها بفضلكم. بعد عقود من الزمن سيقف كثيرون من الموجودين هنا ليقلبوا صفحات الذكرى ويسترجعون فترة نادرة في مسيرة الحياة قلنا فيها بصوت عالي نعم. لقد قهرنا الجائحة وأسمينا دفعتنا تيمناً بوجه من وجوه المستحيل اللي حققناها في الإمارات الحبيبة.
لكل خريجي دفعة إكسبو 2020، مبارك عليكم التخرج والبهجة والألق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً ندى على هاي الكلمات اللي لامست قلوبنا قبل ما تلامس مسامعنا. أما الآن فنتشرف بدعوة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي الرئيس الأعلى للجامعة وسعادة رئيس الجامعة للصعود إلى المنصة للبدء بمراسم التخرج. College of Business Administration, graduated student, Master of Business Administration. Huwaida Muhammad Al-Auda. Maitha Ali Muhammad. Safa Tahir Alawi. Aisha Salih Muhammad. إسماعيل محمد الشريف، شيمة محمد شريف، مروة إسماعيل كرم، مروة صلاح خير، لطيفة أحمد الغنام، سمر سهيل رباح، خليفة عبيد الشامسي، فاطمة ماجد الحساوي، حمد محمد التميمي، ريم صلاح الحمودي، أمل محمد الجابري، شيخ عبد الله السجواني، ميرنا محمد رجب، محمد راشد الشميلي، ماستر اوف سبورت مانجمنت، عدنان عبد اللطيف الصيادي، ندى عبد المجيد الشيباني، سارة عبد القادر الكثيري، expected to graduate student, master of business administration, عزيز كامل صبيح، رخصار محمد صديق، ماستر اوف سبورت مانجمنت، مهند ايمن رباح، يوسف السيد المرزوقي، آمنة عبد الصمد الحمادي، باشلر اوف بزنس ادمنستريشن، جرادويتد ستودنت ان اكاونتين، خالد بسام الاغا، ماجنا كوم لاودي، فالح مصطفى ياسين، عبد الرحمن سعدات عبد المهدي، علي رضا الرحمة، مها بشير المهيري، محمد خميس المهيري، حمدان راشد العامري، علي عبد الله غانم، عمر نبيل فاروق،
بزنس مانجمنت أمينة يوسف زاربدتسي ثم كوم لاودي، مروة راتب العريضي ثم كوم لاودي، فهد سيد الهاشمي ماجنا كوم لاودي، علا مسلم ياسين كوم لاودي، محمد بدر الملا كوم لاودي، شبيب حسن عبد الغفار، نفيس اسماعيل خسرون زاد، احمد عبد الرحيم عبد الله، احمد عبد الله بن كلبان، جينا فادي فاضل، راوية نظام الدين سمرقندي، منصور محمد طاهري، سعيد حميد النعيمي، سالم محمد المهري، جود جمال الدين رمضان، ميثا راشد المري، أحمد عيسى الفهيم، محمد يوسف النقبي، الحسن فيروز الكندي، والي أحمد أباوي، سلوى عزيز ويسي، عزوزة عبدو فوسيكوفا، نوران رافع إبراهيم، آية حمد معاوي، ديما مخلف شمري، تارة بشار العبيدي، محمد ماجد عبدو، سعيد حمد سعيد الحميري، خالد حسن النجمي، حميد أحمد الفلاسي، محمد عبد الوهاب فرج الله، محمد سيف الصالح، أحمد محمود يحيى، فاطمة حسين بادي، عبد الله ثاني السويدي، عبد الله مصطفى محمد عيسى، صبري بن عمرو عوري، عائشة علي الشامسي، أحمد خالد الفلاسي، إيكوميرس أند ماركتينج، داليا عيزو ثم كوم لاودي، هند عبد العزيز الفهيم ماجنا كوم لاودي، دورسا محمد عطار كوم لاودي، نيمرا شبير جان، عبد الله منصور ياسين، مجد معين زيتوني، رؤيا نعمة الله عبادي، ياسر علي الحمامي، عبد الله عبد الكريم شاكري، سجا محمد حسن، موزة حسن العلي، رانيا هباش، فاينانس جمان حسام جنيد ثم كوم لاودي، شوق خالد نائل ماجنا كوم لاودي، يوسف عبد الله سلاو كوم لاودي، جيتانو تيروبيرونو، خديجة عثمان بشير، علي سعيد محمد الشحي، عبد الكريم فهد العارف، الوليد محمد الناصر، قصي بسام محمد، عبد الله أحمد الفلاسي، محمد وليد فرعون، سعيد خليفة السويدي،
محمد محمود عبد القادر Hospital and Healthcare Management ندى طارق حسين ثم كوم لاودي فاطمة رامي عبد الله ثم كوم لاودي تقوى محمد القرشي ثم كوم لاودي رنين صلاح الدباس ثم كوم لاودي نجمة محمد رشيد مجنا كوم لاودي أروى مبارك هادي روزان أحمد الغنام هدى حازم الخليفة Human Resource Management فاطمة محمد الخاجة ثم كوم لاودي شريفة محمد الخطيب مجنا كوم لاودي آمنة عبد الله السويدي كوم لاودي منة الله حسام علي كوم لاودي علياء عبد الرحيم الفهيم فرح رادي أبو الروب جوزيف توكولي حميدي مريم خليفة علي Logistic and Supply Chain Management مروان إبراهيم البلوشي أحمد راشد الدرمكي Expected to graduate student نور علاء الدين حبوس سيد وليد واستي شهناز دانييل حياة فاطمة منصور الهاشمي ديمة عبد اللطيف المرضى تبارك حامد البواسيدي عبد الرحمن خالد الحاج إبراهيم خليل محمد موزة خليفة خلفان المزروعي مريم محمد سعيد زهراء حسن حلوجي علياء عيسى الفلاسي سلمى السيد القاروني نور خالد العلي مبارك حسن عمرو عاطف حامد محمد فيصل كلداري أصيل حامد أحمد عبده وعد عبد اللطيف الطويل مروة ماجد دندن حصة خميس مصبح رقية عبد الله آل علي أحمد سعيد الدهماني رفيعة عمر المري فاطمة إبراهيم عيسى فيديلي توري برونو منى علي الجلاف محمد يونس السويدي ملفين لورانس محمد توفيق رباح راشد طارق البنا علياء محمد أحمد عباس هاشم محمد جاسم محمد اليماحي حسن علي عبد اللطيف ديانا سعيد الطويل فاطمة حسين البلوشي ماريا دوسني لومبا ميث إبراهيم المحسن علي سالم المهيري أحمد هاشم حمودي نوال عبد العزيز اللنجاوي عبير غنام فايز خالد محمد إبراهيم أحمد حسن الحوسني سيف سلطان السويدي
إبراهيم رضا الفردان، فاطمة سامح عبد الباري، ناصر أحمد لوتار، محمد ناصر دياني، عمر راشد نعيمي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الشنفري، إبراهيم حسن القراي، أسماء محمد المهري، محمد أحمد توبجي، College of Security and Global Studies، Graduated Student, Master in Security Studies and Information Analysis، راشد سالم الكعبي، أحمد عبد القادر طالباني، لارا شريف عبد الكريم، فاطمة محمد البنا، نجاة أبطال، حصة عبد الله الزياني، عبد الله علي اليماحي، أمل عبد الله الجناحي، منار علي النقبي، فيصل عثمان البارودي، Master of Security and Strategic Studies خلود علي الزعابي، فاطمة حمد سعيد، عبد الله راشد شرار، علي حسن طنيجي، عبد الله مقبل العامري، إبراهيم جاسم النعيمي، محمد محسن القفلي، بدور حميد السويدي، حميد خالد البلوشي، محمد فرج جابر، سلطان مهير الكتبي، فيصل عيسى النعيمي، زينب عبد الله الهاشمي، عمر عبد الله الحمودي، expected to graduate student خالد سالم الزعابي، خلود خالد محمود، محمد مرير الكتبي، موزة محمد الفلاسي، محمد عيد المنصوري، عبد الله سعيد السعدي، شهاب محمد أحمد ثاني، حصة خالد المهيري، ريم مبارك القبيسي، عنود عدنان علي البيض، أحمد محمد فرج، أمل محمد فرج، عمار عبد الله البدور، شيخ راشد المري، هاجر راشد نعيمي، سارة ناظم ناصر، آمنة سعيد الحسني، مريم جاسم علي، سارة محمد الشيبي، سلمى حميد آل علي، زينب محمد سالم، وردة أحمد ناجي، Graduated Student Crisis Management محمد سعيد الشندا Magna Cum Laude، محمد رشيد الداعور Magna Cum Laude، مريم فايز المهيري، سيف حسن الشحي، راشد سعيد السويدي Disaster Management، هاجر عبد الرحيم الدنحاني Magna Cum Laude، سالم يحيى الرميثي Emergency Management، حميد خليفة المطيوعي مطيوعي، مروان غانم آل علي Risk Management، جاسم هاشم الدرمكي Cum Laude، خليفة محمد المري، محمد سالم الكعبي، فاطمة فايز البلوشي،
محمد عبد الرحمن المرزوقي expected to graduate student. محمد أحمد الشحي. مغير راشد المنصوري. خليفة عبد الله الفلاسي. ناصر خالد الهاجري. عبد الله يونس الخاجة. حسن سلطان أشكناني. محمد جمع المهيري. محمد حسن بن يعقوب. محمد عامر حميد. محمد جمال أبو الفلاسة. شمع علي البشير. محمد جمال المري. محمد عزان الهاجري. أحمد إبراهيم بوشيري. College of Media and Mass Communication, Integrated Marketing Communication. آية عبد المنعم حسين, Magna Cum Laude. لارا محمد فريجة, Magna Cum Laude. فخرية إسحاق سلامي, Magna Cum Laude. آية فريد أحمد الأطرش, Cum Laude. إبراهيم عبد الرحمن الحضرمي, Cum Laude. أماني هاني البدوي, Cum Laude. غسان يوسف الحيلة, Cum Laude. جولي جرجس. أميرة عامر سالمين. حبيبة أحمد غنيم. ريم التميمي. International Relations. مروان عبد الله الرئيسي, ثم Cum Laude. بثينة عبد الرحيم محمد. ماجد عيسى آل علي. عبد الله جابر آل رحمة. خليفة طارق السويدي. سيف محمد السويدي. منوة ماهر المري. شيخة داود جسمي. فزيليت عبد الصمد عبد الحميد. محمد قضيب العليلي. هند أحمد الشامسي. ماسة عدنان تنبرجي. محمد أحمد إبراهيم. آمنة حاجي الدنحاني. محمد عبد الرحيم أهلي. شيخة محمد الخضر. ماي حمد البلوشي. هنادي سعيد البلوشي. Public Relations. نورة أسامة رمضان, Cum Laude. زينب السمرائي. إيمان علي الكناني. عبد الله سليم عبد الله. عمر محمد المضرب. غانم محمد المطوع. علياء عمران الملا. أحمد محمد فلك ناز. راديو أند تي في. فاطمة أحمد عسكري, ثم Cum Laude. سارة فهمي الصغير, ماجنا Cum Laude. نسرين العلمي, Cum Laude. أحمد يحيى أبو شحادة. فاطمة أحمد الجاسم. تقى عبد الله محمد. أمل جيهان البيهي. حمد عبد الله المراشدة. سارة رائد الشرع. غنوة وليد شلق. Bachelor of Public Relations, ميرا سيد أمين, ثم Cum Laude. عيسى أحمد الحمادي, Magna Cum Laude. هدى يعقوب المرزوقي, Magna Cum Laude. علي محسن القفلي, Magna Cum Laude. عمر محمد عبد الله, ماجنا Cum Laude. جواهر يحيى النعيمي, ماجنا Cum Laude. أحمد علي البادي, Cum Laude. عبد الله حسين العيسى. علي أحمد السويدي. نوال جاسم العلي. يوسف مجدي أحمد. عبد الله مصبح الكعبي.
علي مبارك بن علوبة، محمد مطر الفلاسي expected to graduate student، تبارك بشار السعدي. عبد الله علي قريشي. فيصل جمال عبد القادر. عديجة محمد المحيربي. عيسى محمد الحتاوي. عبد الله أحمد المرزوقي. راشد عبد الله شفيع. سلطان كدفور المهيري expected to graduate student، تقل خطاب طاهر. سارة وليد شرعان. نايا شادي المدرس. هاجر خالد أحمد. مريم إبراهيم السويدي. شيماء كنزة الزياني. شيخة محمد النعيمي. عبيد عبد الصمد البلوشي. لانا موسى أبداه. بدور حسن البلوشي. سلامة سامي الشامسي. خليفة مروان القمزي. فاطمة ناصر النعيمي. يارا عزام أبو قعود. ريم رائد قوقندي. حور غلوم البلوشي. علياء عبد الواحد صقر. إبراهيم عيسى العطار. حمد علي المازمي. سارة نايف الراجحي. شمة سعيد محمد. لما محمد المطيري. أمل عثمان اليحيى. College of Computer Information Technology Master of Knowledge Management Graduate Student إيمان إقبال اليوسف expected to graduate student. نجيبة حيدر سخواتي. لما راتب العريضي. حميرة محمد يعقوب graduated student Bachelor in Science in Information Technology Management. عبد الرحمن عبد الله بكرود. خالد وليد عبد الله. وفاء حسن البلوشي. عبد الله فرات العبيدي. محمد مصطفى فردان. خالد محمد الشمري Bachelor of Science in Computer Science Network Security. محمد خالد بن هويدن. ثاني راشد المهيري. خليفة محمد الزرعوني expected to graduate student. راشد محمد كرمستجي. محمد عبد السلام بورقيبة. محمد علي المهري. خالد عبد الرحمن حوكل. حسن جعفر محمد College of Design graduated student in digital animation. حوراء الموسوي ثم كوم لاودي. عبير عثمان حسين ماجنا كوم لاودي. أحمد محمد عداس ماجنا كوم لاودي. ندى محمد الربيعي فاشن ديزاين. مريم ناصر بيرامون كوم لاودي. جرافيك ديزاين زينة كامل صباغ ماجنا كوم لاودي. منة الله فهمي الحلاج ماجنا كوم لاودي. ريم صالح الشامسي انتيريور ديزاين. ليلى حاج موسى ثم كوم لاودي. ريم محمد شامي ثم كوم لاودي. شيماء يحيى الكمالي ماجنا كوم لاودي. إسراء علي عسيلي ماجنا كوم لاودي. حلا عماد رفاعي ماجنا كوم لاودي. سناء وائل حرز الله ماجنا كوم لاودي. آية أرناؤوط ماجنا كوم لاودي. نعمة الله الساير كوم لاودي. مع
مشاعل إبراهيم آل علي كوم لاودي، مريت عبد الوهاب عجور، عطية فاخر علي نقيان، رنا طارق محمد، موزة سعيد السبوسي، فؤاد ماجد البيطار، عبير محمد أميران، لين محمد المومني، محمود فهمي حسين، expected to graduate student، ريم عثمان حسين، ياسمين فراس الملا، حمدة محمد بن هزيم، ليليان نضال دار الزير، زينب يوسف زادة، ليلى صلاح الدين، مروة جمال شريح، خديجة عبد الحفيظ المازني، يارا أكرم بركة، شيماء أمر الله مرزائي، مريم دياب وجدي، نور الهدى الطباخ، عبد الله أحمد بشير، حصة يوسف الحمادي، عبد الله جمال الرباح، منار نديم دياني، College of Education، Bachelor in Education, Psychology and Counseling، مريم عبد الوهاب عجور، ثم كوم لاودي، أسماء عباس حاجي، مجنا كوم لاودي، آمنة سيف الوعيل، expected to graduate student، تسكين محمد أسلم، عبد الله محمد آل علي، College of Law، graduated student، professional master in sport law، عبد الله علي الدنحاني، زبيدة عبد الوهاب الدباغ، أحمد عبد بن عبد الرحمن الكمالي، جواهر أحمد الجناحي، master in intellectual property، ريم طيب الزرعوني، عبد العزيز عبد الله الحمادي، master in arbitration، جواهر عبد اللطيف الفوزان، expected to graduate student، master in criminal science، شيماء طارق الجبارة، فاطمة سيف المزروعي، master in arbitration، هيفاء صقر الزعابي، راشد ماجد بالحصى، علي عبد الرحمن المطوع، عهد أحمد أبو حسان، أحمد يوسف سبت، علي محمد شهواري، Bachelor of Law graduated student، زينب هاني محمود ثم كوم لاودي، عروبة حمد الحمد ثم كوم لاودي، رندم محمود العزاوي مجنا كوم لاودي، ريم المهدي عيسى مجنا كوم لاودي، ابتسام علي الحمادي مجنا كوم لاودي، ليلى كرم كوم لاودي، صفوة عبد الجبار فرحان، سارة أحمد الحماطي، سارة عبد القادر داوى، آية ميثم علاء الدين، أمل أحمد طاهر، حمد عبيد الجهضمي، حمدان بخيت نيادي، سيف محمد بالجافلة، آمنة محمد فزير، إيمان محمد درويش، مريم مازن الصباغ، مريم محمد عبد الله، فاطمة سلمان العبيدلي، عائشة جعفر الهاشمي، يوسف عبيد المزروعي، شهد عصام بعتوب، عبد الله عبد طاهر، الشيخة منيرة بنت عبد العزيز الثاني، عبد الله أحمد الفلاسي، راشد عبد الرحمن كلنتر، حمد سلمان الصابري، مهرم مبارك اليماحي، مريم خميس المحيربي،
ريما محمد مطوع، فاطمة حسن البلوشي، حريز محمد البلوشي، أسماء طيب شريف، رولان نصير المرسومي، عبد الله بن صالح الراجحي، فاطمة يوسف أحمد، سالم مهير الكتبي، محمد خالد السويدي، expected to graduate student، محمد عوض الكتبي، عاصم عماد الجاجة، سعيد علي محمد، شاهين محمد خلف، ملاك خالد عناد، سالم جمال العليلي، آمن اسماعيل الرئيسي، عبد الله عبد الكريم الحاجو. صالح عبد الله الكثيري، عبد الله ابراهيم الصالح، عبد الله جمع الكعبي، سيف ابراهيم الصالح، عبد الله عبد الكريم الدراي، عبد الله اسماعيل الهاشمي، أميرة جمع الكعبي، سيف عبد الله الحمادي، مريم صدوق، and أودولينا محمد الهنيدي. ندعو الآن أعضاء مجلس أمناء الجامعة لأخذ صورة تذكارية مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. مرحبا، أهلا وسهلا. الآن دعونا نعيش معا لحظات النجاح والفخر بين الخريجين وعائلاتهم وأحبائهم. خلونا من هاي اللحظة ننتقل بكل سعادة لمرحلة أخرى من حياتنا العملية المثمرة. للجميع ارموا القبعات، ارموا القبعات وقولوا بكل فخر نجحنا. شكرا لك، شكرا لمعاليك، شكرا لكم، شكرا لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. شكرا، الله يعافيك. شكرا لكم، شكرا، شكرا لمعاليك تشريفنا وتخريج دفعة اكسبو 2020. نرجع ونقول خلينا نعيش لحظات نجاح وفخر بين الخريجين وعائلاتهم وأحبائهم. عيشوا لحظة الفخر هاي، خلونا من هاي اللحظة ننتقل بكل سعادة المرحلة جديدة من حياتنا العملية. تعبنا بس تعبنا أثمر. ارموا قبعاتكم، ارموا قبعاتكم وقولوا بكل فخر نجحنا، أخيراً اتحقق الحلم. ارموا القبعات، نشوفكم دائماً بأعلى المراتب، تمثلون أرض الإمارات وقادتها بكل فخر. شكراً للجميع بالنيابة عن الجامعة الأمريكية بالإمارات. شكر خاص لطاقم إكسبو 2020 برئاسة
معالي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 ريم الهاشمي ووزارة الداخلية على الجهود المبذولة والجهود الاستثنائية بهذا الحفل المميز. ألف 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 مبروك لكم منها للأعلى بإذن الله. فرحتكم كبيرة وإن شاء الله يا رب دائما وأبدا تعيشون على هاي الأرض كل نجاحاتكم. احنا نعرف انه فرحتكم كبيره جدا، لكن انا اتمنى منكم انه نخلي منطقه الكراسي حتى نبدي الحفل الاكبر. فاتمنى من حضراتكم نخلي الكراسي لانه راح نبدي منطقه الكراسي، لان راح نبدي نخلي الكراسي لو سمحتوا حتى يكون في دار. ولا تنسون خليكم ويانا، راح نبدي حفلنا مع دي جي اصيل وعفروتو. طلابنا الاعزاء واكيد العوائل الكريمه، نتمنى انه تخلون منطقه الكراسي لو سمحتوا حتى بس نفضيها.